السلام عليكم، معكم نبيل رضوان من جديد في سلسلة البيولوجيا الممتعة على بيولوجيا أميزون لشرح وتبسيط دروس التعليم العالي فيما يخص مجال البيولوجيا. اليوم غادي نهضروا على لي غلوسيد، ان دو مي موديل اللي كيتقرا مع لي زاسيد اميني لي بروتيين، اللي كلهم كيدخلوا في موديل ديال لا بيوشيمي ستركتورال. باش نبداو كوم انتروداكسيون، الوغ لي غلوسيد بحالهم بحال مهم ماشي ستركتورال، ولكن كيعتبروا من لي مولكول اورغانيك اللي كيكومبوزيو لو كور هيومان، كيدخلوا في بزاف ديال لي فورماسيون. كيتكونوا من دي كاربون اللي كيكونوا اما كيتكونوا من دي كاربون اللي كيكونوا هازين اما دي فونكسيون الكول سوا سكوندير سوا بريمير او اش، سوا ان فونكسيون الديد اللي كتكون مهزوزه على لو كاربون نيميرو 1 في لا ستراكشور ديالو، اللي كتكون اما انالديد ولا سيتونيك. غادي نعرفوا الفرق ما بين انالديد وان سيتون شنو هما. بوغ فوا دي فونكسيون اسيد اميني داسيد او امين، دي فونكسيون اسيد او دي فونكسيون امين باردون با دي اسيد اميني. الوغ ايزون بليزيور رول، سوا انرجيتيك سوا ستراكشورال سوا ايكونوميك. كيفاش انرجيتيك؟ يعني الجلوكوز اللي خديناه كوم موليكول دو كوم موليكول اورغانيك كي ان غلوسيد. Alors 4,7 kilocalories, elle est portée par gramme de glucides. Et là, on a une réserve d'énergie. Structurel, alors c'est un élément de soutien, de protection, reconnaissance, un élément de réserve. Économique, imagine on a trouvé là l'économie. La cellulose a un chiffre d'affaires d'alors 1 milliard de tonnes par an. Et là, c'est quelque chose vraiment كتدخل الفلوس. لاميدون لا لي ساكاريد 1 مليون دو طون بار اون. الوغ سيلولوز هو اللي كيكون الطبالي ديال الطاولات والخشب وهذا. لاميدون ساكاريد 1 مليون دو طون بار اون. الوغ لا كلاسيفيكاسيون ديال لي غلوسيد، كاينين دو تيب، كاين اما لي زوز اللي هما اون سول موليكول، وكاين لي زوزيد واحد لونشينمون ديال لي موليكول ديال الغلوسيد اللي كيعطيونا انوزيد. لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون دي زوز كيكونوا على حسب النومبر داتوم ديال الكربون دي زوز اللي كيمشيو من ان سول اتوم ولا حتى ل 6 اتوم. الوغ لي غلوسيد كاملين عندهم سي كربون، كاملين عندهم لو ميم نومبر ديال الهيدروجين، لو ميم نومبر دو كربون، و لو ميم نومبر ديال الاكسجين. الفرق اللي كيكون بيناتهم هو في الكلاسيفيكاسيون ولا في لا ستركتور ديال 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 داك ديال داك الجلوسيد. لا ناتور دو كاربوني، سوا انالديد كما قلنا انالدوز، سوا ان سيتون اللي هو سيتوز. من بعد نشرحوا الفرق ما بين سيتون وسيتوز والدوز، لانهم ايزون ان فورم ستركتورال ديفيرون. الوغ لا نوسيون دو بوفوار روتاتوار ولا لو كاربون اسيميتريك، هادو بجوج كيتلاصقوا. الوغ ان كاربون اسيميتريك كما قريتو في الاس 2 هو ان كاربون كي بورت 4 سوبستيسيون ديفيرون، سي ان ايزومير اوبتيك ولا انونسيومير، الى لا كاباسيتي ا ديفي لا لوميير، يعني كي ماشي كيعكس هذا ولكن كيعوجها. وهنا فين كنقول البوفوار روتاتوار، البوفوار روتاتوار هو لا كاباسيتي ا ديفي لا لوميير. الا كان كي ديفيريا فيغ لكن كيميلها كيميل داك لا لوميير فيغ لا دروات، كنكتبو بلس. اوكي كون سي ان ايزومير كنقولو عليه ايزومير ديكستروجير. الا كان كي ديفيا فيغ لا فيغ لا كوش، لان كاين واحد الماتيريال ولا واحد هذا هو اللي كيمكننا باننا نشوفوا واش ديك لا لوميير ديفيات فيغ لا كوش لا فيغ لا دروات، ولا سي ان ايلومير لي فوجير اللي ديفي لا لوميير فيغ لا كوش، وكنكتبوا موان. الوغ كيكون عندنا واحد الميلونج اكي موليكولير دو ديزومير راسيميك، يعني كيكون اما دروات لا left ou DOL مهم inactif sur la lumière polarisée. une molécule chirale est une molécule optiquement active dans des notions de S2. Elle renferme en moi un carbone asymétrique ada comme on dit le glucide. Elle n'a pas de plan de symétrie. La configuration stéréochimique est de pouvoir rotatoire d'un os. En dehors de glycéraldéhyde, il y a encore relation entre la configuration stéréochimique et de os son pouvoir rotatoire. Mais qu'est-ce que c'est à la quand même le pouvoir rotatoire, la configuration. Et là, en dehors des glycéraldéhydes, à l'exception des hadi. Alors, l'affiliation chimique des os selon Fischer. Alors,
Il s'agit d'une attaque nucléophile de carbonyle par le cyanure, HCN. La réaction donne naissance à deux nitrites d'alcool, l'hydrolyse et la réduction de ces produits aboutissent à la formation de deux oses. Et un seul, deux seuls de carbone. Au brinant formé un glucide qui est 3 carbones. Et nous allons dire la réaction. La réaction هي réaction كتسمى ديال كيلياني فيشر، لكن ماشي هنايا على حساب فيشر وصافي. المهم لا سانتيز كنسميوها لا سانتيز دو كيلياني فيشر، يعني لا سانتيز يعني كيكون عندنا ان سولوز اللي فيه مثلا دو كربون، وبعدين نديرو دوز وعاد يعطينا دو زوز اللي هما متشابهين ولكن كيختلفوا في واحد لا كونفيغوراسيون وكتبدلهم سمية. بحال دابا مثلا الجلوكوز، الجلوكوز باش يعطينا لو سيانيدرين مثلا كتكون واحد لاطاك نيوكليوفيل، هاد لو سي ان بدل لا فورشيت بوانتور ليزا، هاد لو سي ان كتوقع له واحد لا رياكسيون افيك لو سيانور دو لو سيانور سي ان اتش، كيجي كي اتاكي لنا هاد لو كربون، هذا لو كربون هذا كي اتاكي كيولي عندنا هنايا سي ان افيك ليبراسيون ديال اتش 2 مع هذا. عاود شنو لا رياكسيون الثانيه؟ كتوقع لنا ليدروليز، يعني لا جوت ديال اتش 2 ديال سيانور كيجي لهاد سي ان كيردو سي او اتش، ديال لا رياكسيون ديال كيلياني فيشر، هادي هي لا رياكسيون اللي كتوقع. الوغ باش نفهمها مزيان، الا وقعت لنا لا سانتيز ديال كيلياني فيشر لهاد لوز هذا، غادي يعطينا جوج اللي كيتكونوا 3 بلس 4 كربون، هنا 3 كربون غادي يعطينا 4 كربون هنايا، بجوجهم بحال ولكن كيختلفوا في لا بوزيسيون ديال او اتش. هنايا او اتش كلهم ادروات، هنا واحد ادروات واحد اغوش. الا درنا لا سانتيز ديال كيلياني فيشر هنايا يعطينا دو تيب اللي هما كيختلفوا في لا بوزيسيون بوزيسيونمون ديال او اتش، هنا توس دروات هنا واحد اغوش، وهذه هي لا سانتيز ديال كيلياني فيشر. سيعطينا دي جلوسيد اللي كتكونوا من سي كربون، سي كربون ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها اربعة ها خمسة ها ستة، واللي كيختلفوا في التسميات. هادو بالنسبة لزالديد، هاد هو الالديد، سيتان الالديد، هذا عنده لا فونكسيون الالديد هي سي اش او اس، سي اس دو او اش ولا سي اش او اش. لا فونكسيون سيتان كتكون هنايا في لو كربون نيمورو 2 كيكون ان او لي افيك لو كربون بار دو ليزون اللي ما كيبورتيش ان او اش، ما كاينش لا اش لهنا لان لو كربون عنده 4 كيمكن له يهز لنا 4 ليزون، وحده كتكون هنا وحده كتكون هنا وجوج كيكونوا هنا. مثلا نرسمها هنايا ان ستيل، مثلا الى خدينا فريكتوز، مثلا فريكتوز سيتان نوزيد سيتان سيتون، عندنا هذا الكربون نيميرو 1 هذا الكربون نيميرو 2 عندهم بحال ولكن السيتون كيكون هكا كيكون عنده دو ليزون افيك لو كربون نيميرو 2 هز واحد هز ان اوكسجين. هاد الثاني كيجي الجلوكوز هو هكا بحال هو بحال الجلوكوز، هذا هو لو فريكتوز جون ديان. Alors, l'épimérisation des oses. Deux oses épimères comptent-ils diffèrent que par la configuration spatiale d'un seul hydroxyle. شنو كتعني épimérisation؟ يعني عندنا deux oses. يا إما بحال دابا الجلوكوز، ناخذ هذا الجلوكوز سي تان نوز. سي تان نوز عنده 6 ديال الكربون. المهم كما قلت نكتبو لكم هنايا انسيلي سي 6 اش 12 او 6. كاع لي جلوسيد عندهم هاد لا فونكسيون هادي، عندهم هاد لا فورم هادي، كاع لي جلوسيد جميع لي جلوسيد عندهم هاديك لا فورم، ولكن باش كيختلفوا بلا ستركتور ديالهم. هل جليكوز هل مانوز هل جالاكتوز كاملين عندهم نفس 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 لي موليكول ولكن كيختلفوا في لا كومبوزيسيون ديالو. اش كنعنيو بامر؟ الا خدينا الجليكوز مثلا، ناخذ الجليكوز عنده الكربون الاول بحال
مع المانوز مع الجالاكتوز، ولكن لو كاربون نيميرو 2 عند المانوز شوف فين كاينه او اش، كاينه اغوش، ولكن عند الجلوكوز كاينه ادغوات. كنقول بان لو مانوز سي ان ايبيمير دو جلوكوز اون كاربون نيميرو 2. علاش؟ لانهم مختلفين في الكربون نيميرو 2. بالنسبه للجالاكتوز العكس، ماشي لو كربون نيميرو 2 وانما في الكربون نيميرو 4 او اش عند الجالاكتوز الي اغوش، ولكن عند الجلوكوز الي ادغوات. هذا هو معنى ديال ليبيميريزاسيون. لا l'interconversion des os. Quand on parle d'interconversion des os, l'interconversion هي la formation d'un cétose à partir d'un aldose. يعني نقدروا نبارسيو من الجلوكوز ندوزو للفركتوز. يعني هاد او اش اللي كاينه عند هاد اش او اش اللي كاينه عند اللي كاينه عند الجلوكوز عاد تولي لنا اون فونكسيون سيتوز عند الفركتوز. يعني تولي كربون افيك دو ليزون افيك الاكسجين. وهنا كتوقع لنا رياكسيون افيك لو كربون نيميرو 1 اللي كيليبيري لنا اللي كيعطينا سي اش 2 او اش. اللي كتولي هنا سي داش سي اش سي سي اش 2 او اش افيك لا فورماسيون سيتوز دو ناكا فورمي فركتوز. سي اون رياكسيون ا دوبل سي اون رياكسيون ا دوبل فوا. يعني نقدروا نرجعوا من الفركتوز للجلوكوز للمانوس. لا ريبريزونطاسيون لينيير، اش كنعنيو بلا ريبريزونطاسيون لينيير؟ لا ريبريزونطاسيون لينيير هي هاد لا ريبريزونطاسيون هادي، هي هاد لا ريبريزونطاسيون هاد هي هاد هي كنسميوها لا ريبريزونطاسيون لينيير. اشنو الغرض ديالنا من هاد من هاد لا بارتي هادي؟ هنا بغينا نهضروا على نعطيو دي زارغومونطاسيون كونتر لا ريبريزونطاسيون لينيير. يعني نقولوا بان لي غلوسيد في لو موند فيفون ما عندهمش ريبريزونطاسيون لينيير، ما كيكونوش سو فورم لينيير وانما سو فورم سيكليك. الا كانت كنعطيو فرضيه، كنقولوا فرضيه باش هاد لي ريبريزونطاسيون لينيير، باش هاد لي ريبريزونطاسيون هادي نيجليجيوها نفيوها كار سيت ريبريزونطاسيون اي فالابل. الا كانت صالحه لي زوز كاملين devrait agir de la même façon que les aldéhydes ou les cétones. يعني إذا كانت صالحة راه خصهم يكون نلقاو كيما لي سيتون كيما لي زالديد في أي رياكسيون في أي فونكسيونمون في أي حاجة. ولكن بور دير حنا نهضرو نقولو كونتخ لا رياكسيون بخوميييغ أرغومونطاسيون، يعني كونتخ بخوميييغ أرغومون كونتخ هاد لا ريبريزونطاسيون لينيير هي لا نون ريكولوراسيون دو لا في لا فوشين. بمعنى عندنا لوز، حنا غادي نهضروا على لو كربون نيميرو 1 اللي كيبورتي لنا الالديهيد. عندنا لوز فهمتي سي اش 2 سي اش او اش، لوز عند الكربون نيميرو 1 سي اش او اش. الا درناه مع ان ا اس او 4 مع لا فيشي هنا كتعطي لنا كومبلكس نون كومبلكس كولوري كومبلكس كولوري. حنا درنا لو رياكتور مع لا موليكول كان واحد الكومبلكس كولوري. Après certain temps, ma pas coloré, pas de coloration. Mais maintenant, on a la réaction passe, c'est une réaction qui est positive. Pardon, c'est une réaction qui est positive. Alors, l'hydrna anose plus une as SO4, rien ne se passe, la réaction est négative. Il y a un complexe coloré. هنا كان كومبلكس اعتذر هنا كان كومبلكس كولوري لان ان اش اس او 4 سي ان كومبلكس كي كولوري سي ان موليكول كي كولوري سي ان رياكتيف كي كولوري روز يمكن عنده بحال هكا روز بريك. هنا ريان نو سوباس لو رياكتيف اي نيجاتيف بقات كولوراسيون. بمعنى ان لوز اللي فيه نكتب لكم هنايا لوز اللي فيه سي اش او ما بقاتلوش رياكسيون مع هذه. بمعنى ان هاد لو كربون ما كاينش، يعني راه غابر دخل في شي لعيبه. هذه بروميير ارغومون. لو دوزيام ارغومونطاسيون هي لا موتا روتاسيون. اش كنعنيو بلا موتا روتاسيون؟ هي دخلت هي شويه مع البوفوار روتاتوار، يعني لا كاباسيتي ا ديفيي لا لوميير. La valeur de pouvoir rotatoire d'un nose mesurée par le polarimètre, c'est-à-dire la matière, parce qu'il y a
الماتيريال باش كان ريغلي وباش كان حسبوا لو بوفوار روتاتوار يعني لا كاباسيتي ا ديفي لا لوميير ني با فيكسي ايميدياتمون اي لي ديفيان او بو دو سيرتان تون سو فينومين لي ا ليكزيستانس دو دو فورم ايزوميريك لا نومير الفا ولا نومير بوتا ا لوريجين دو ميتا روتاسيون يعني قال لك بلي ملي كنديروا هاد لو بوفوار روتاتوار ملي كنديروا هاد الطريقه باش نعرفوا واش كي ديفي لنا لا لوميير فيغ لو غوش لا فيغ لا دروات راه ما كتعطيناش ديريكتومون لا ديريكتومون النتيجه لا كتبقى واحد سيرتان تون عاد كتعطينا النتيجه هاد لو فينومين اللي هي الاكزيستونس ديالها ديال دو انومير هاد لانومير الفا ولا نومير بيتا فوقاش غادي نوريهم لكم ملي غادي ندخلوا لا سيكليزاسيون لا سيكليزاسيون هي لا فورم سيكليك ديال 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 الجلوسيد ومن تما غادي نقول لكم شنو هي لا نومير الفا باش كيتميز ولا نومير بيتا باش كيتميز وهما اللي كيعطيو هما سون او لوريجين ديال الميتا روتاسيون هاد لي دو انومير هادو ديفير بار لا بوزيسيون دو لي دون l'espace de OH immi acétalique bimana comme bimana li mes يعني ال OH سمي اسوتاليك اللي هي دو OH اللي كتحكم لنا في لوريجين ديال لا نومير واش الفا ولا بيتا هي لا بوزيسيون ديالها في لسباس واش ملي كتكون طالعه الفوق واش ملي كتكون هابطه لتحت من تما كنبينوا واش هذاك السيد راه الفا ولا بيتا داك الجلوسيد الوغ هاد لي فينومين هاد لي فينومين هاني ريكونتر شي دو فورم سيكليك اونيكمون هي c'est de forme cyclique les formes cycliques allez on va les nommer maddia imma puran cycle puran la cycle furan alpha de glucose qu'est-ce plus 118 bêta de glucose plus 18 au bout de certain temps qui voulait on a jugeom qui était on a had la valeur hadi plus 52 يعني là j'ai tenu là هكا الا خدينا هذه هي 52 هنا alpha عاد تكون في plus 112 وهذه تهبط لنا لهنا هذه الفا وهنا بيتا في بلس 18 وهذه طلع لنا حتى هو 52 هنا لا فورم ستابل ديال هاد لي دو انومير هاد سي دو سيت اوبجيكسيون بيرميتر دو مونتري كون اون سوليسيون لي زوز اكزيستون با سو فورم لينيير مي سو فورم سيكليك هادي هي لو دوزيام ارغومون يعني قال لك سي اوبجيكسيون بيرميتر دو مونتري كو En solution, les oses existent non pas sous forme linéaire, mais sous forme cyclique. Raja le phénomène, les deux phénomènes, l'alpha ou bêta, OH dans l'espace, on m'a quand même on a bien la kénine sous forme cyclique, mais sous forme linéaire. Le troisième argument, la formation de l'imiacétal. Un aldose ou un cétone vrai fixe 2 molécules d'alcool. كيف يكسينا دو موليكول دالكول امي اسيتال لاسيتال ان الدوز و ان سيتون ما فيكس كون سول موليكول دالكول الدوز و سيتون او اش امي اسيتال اونيكمون هاد الكلام كيعني بان الى عطانا لمي اسيتال و لاسيتال الوغ كيكون سو فورم راه سو فورم لينيير ولكن ان الدوز و ان سيتون لي نو فيكس كون سول موليكول دالكول راه هو اللي كيعطينا جوست ان نيمي اسيتال لان كيكون عنده واحد او اش كيليب غنسي او اش كيليب هي او اش سيمي اسيتال alors la quatrième argumentation la pré la périméthylation la périméthylation اش كان يعني بهاد الهضره يعني ملي كان رياجيو واحد الجلوكوز ولا واحد الجلوسيد مع 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 الميثيل هو ليودور دو ميثيل اي سي اش 3 هاد الموليكول هادي كتاجي مع كاع فين ما كانت او اش راه كترجع معاها اي سي اش 2 وكتليبيغي لنا اش 2 يعني عاد تضرب هادي تضرب هادي تضرب هادي تضرب هادي تضرب هادي وتضرب حتى هادي هادي الا كان لينيير La structure linéaire, par exemple, théorie permet d'obtenir un dérivé M hepta méthyl, yani 8 ديال les méthyl lascin. Or, expérimentalement, yani de manière expérimentale, yani بتجربة, on n'obtient qu'un dérivé pentaméthyl, qu'un ardoré واحد. في الاكسبيريمونتال كان ardoré واحد. شنو كتعني؟ يعني جوج ديال لي او اش ما كيكونش راكب فيهم جوج ديال لي او اش ما كيكونش راكب فيهم الميثيل وبالتالي كيكونوا
par explication, qui connaît d'après neuf le cycle. Yani 2, 2, 3, 4, 5, qui connaît les binatomes, ou btali, qui connaît les binatomes, ou qui connaît un pentaméthyl, yani 5 OH, mais c'est ça, ماشي 6 ديال لي اس سي اتش 3، يعني كيكون لو سيكل هكا. من بعد عاد نديرو سيكليزاسيون او اش، هنا هاد او اش كترتبط لنا مع واحد اي سي اتش 3، هنا كذلك، هنا كذلك، هنا كذلك، هنا كذلك، وهنا هذه هي بار اكسبيرمونتالمون. ما كنخدوش ما كنلقاوش 6 ديال الاي سي اتش 3 اي سي اتش 2، ولكن كنلقاو 5، 5 ديال الاي سي اتش 2. الوغ لا سيكليزاسيون دو زوز هي اللي علينا اللي بغيت نتبع عليها دابا. يعني لا سيكليزاسيون دون نيسونس ان نوتر كربون اسيميتريك اللي هو لو كربون نيميرو 1. هذا الكربون نيميرو 1 هو اللي كيهز لنا 3 4 سوبستيسيون ديفيرون اتش لو او اتش وعاد لوز من بعد. On appelle au canon le carbone anomérique. La cyclisation donne naissance à deux isomères qu'on appelle anomères, qu'on les appelle anomères. On distingue soit le on a juste dire les anomères les alpha ou bêta qui me magoule. Je connais ni pas ça. Yani qui marche sur bêta ça d'ahoua le cycle. La main qui me lève. La alpha qui qu'on a appelé tête OH. لو او اش هاد لو او اش ماشي او اش الكوليك ولا الديديك، هذا او اش سيمي اسيتاليك، سيمي اسيتاليك او او اش سيمي الديديك. الا كان هابط لتحت سيتان الفا، الا كان طالع الفوق سيتان بيتا. هذه هي لا كونفيغوراسيون ديال لانومير. هذا هو اما كيكون طالع لنا البيتا الفوق راه بيتا، ولكن هابط لتحت راه الفا. لانوميري ابلي او سي ايزوميري سيس ترانس، على سيس ترانس بارابور لو كربون 1 بارابور او كربون 6. يعني هادي 6 هادي ترانس بالعكس، ما بقيتش عاقل مزيان. سي لانومير بيتا دو اسومي اسيتاليك انتان 6 بارابور او كربون 6. C'est l'anomère alpha, le asumé aldéhydique est un trans par rapport au carbone 6. A des trans ou à des 6. Moi, j'aime bien des rappels de l'S2. Le cycle est formé par une liaison dans la molécule d'ose entre les fonctions carbonyl aldéhyde ou cétone et un OH alcoolique, la liaison M-acétalique. Ce que c'est que c'est عندنا لو سيكل هو هذا، ماشي لو سيكل عفوا، عندنا لو جلوسيد ديالنا هو هذا، هو سو فورم لينيير. كنردوه لفورم سيكليك. اش كنعنيو بفورم سيكليك؟ يعني كنردوه سيكل. بروميير ايتاب هي كنقلبوه على 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 ظهر، فهمتوا؟ كتولي لنا هادي كربون نيميرو 6 وهذا الكربون نيميرو 1. كنديرو هنا واحد بتيت روتاسيون، بتيت روتاسيون. علاش؟ لان الغرض عندنا هو ان توقع لا رياكسيون ديال لا سيكليزاسيون ما بين لو كربون نيميرو 5 و لو كربون نيميرو 1. عفوا لو كربون نيميرو 1، لو كربون نيميرو 1 كتوقع هاد لا رياكسيون ما بين هذا وهذا، وكتعطينا لو سيكل ديالنا. السيكل ديالنا كيف غادي يكون في هاد الحاله؟ هو هكا CH 2 OH avec un O H ou non. Il y a des liquides qu'on a pas le test 4 à l'fok, des liquides qu'on le fok 4 à le test, des liquides qu'on le test 4 à l'fok, ou 4 à l'na réaction à l'hala qui atteint un CH. عفوا ان سليزون او اش، هذا الفا جلوكوز، ولكن هاد لا فورم هادي، هادي لا فورم، هادي لا فورم، لا فورم بوران، لا فورم سيكليك بوران. كاين لا فورم بوران اللي هي هادي جلوكو بورانوز، كاين جلوكو بورانوز
فورانوس. وكاين لا فورم فوران، لا فورم فوران هي هذه فركتو، هذه ديال الفركتوز ديال لي سيتوز، فركتو فورانوز. نقدروا نلقاو حتى غليكوز بهاد لا فورم هذه، ولكن سي اون فورم كي رار يعني سي ما كايناش، ولكن تقدر تحط في لي زيكزيرسيس. الوغ هنا غادي نرجع نشرح لا سيكليزاسيون بالتدقيق. بالنسبه ان غليكوز كما قلنا كنطلعوا الكربون 6 الفوق، كربون 6 كنطلعوا الفوق، كنديروا روتاسيون لكربون 5 باش كترجينا ديك او اش كتجينا مع لو كربون 1 باش كتوقع لنا رياكسيون. هنا لو بيرانوز لا فورم بيران عندها ان كربون في لو كربون نيميرو 5 وان اكسجين في كربون نيميرو 5 اللي كيرياجي افيك لو كربون نيميرو 1. هادي لا فورم بيران، ما عارفينش واش الفا ولا بيتا، باقي ما مذكوراش لا ليزون كتقوم ما بين لو كربون نيميرو 1 ولو كربون نيميرو 5. بالنسبه لا فورم بيران الفركتوز لي مي اسيتيليزاسيون كتوقع لنا ما بين لو كاربون نيميرو 4 اي لو كاربون نيميرو 1. خاصكم تعقلوا مزيان على فين كتوقع لا سيكليزاسيون، لان يعني يقدر يعطيكم يقول لكم ديروا لي لا سيكليزاسيون. لا سيكليزاسيون كتكون ما بين ال 4 وال 1. لاحظوا هنا بان الكاربون نيميرو 5 ولي كاربون نيميرو 6 كاملين جاو طالعين، وعاد كتوقع لنا سيكليزاسيون عاد كتهدا هو كيعطينا لا فورم فوران هي لو فورانوز. الوغ لا بروبريتي دو زوز، لي زوز عندهم بزاف ديال لي بروبريتي، راهم سوليبل دو لو، كي 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 كيدوبو في الماء. نعطيكم مثال غير ديال السكر، السكر اللي كديرو في الماء كيدوب. ان سوليبل دو ليتانول، في ليتانول ما يقدروش يدوبو. او سوليبل دو لو ميتانول اي لو بيريدين. الوغ لا بروبريتي دي زوز عندهم بزاف ديال لي زاكسيون، كاين لهم تقع لهم بزاف ديال الحوايج اترافير لي زاكسيون ديال بزاف ديال اللعيبات. بحال دابا خدينا لي زاسيد ديلو، يعني لي زاسيد مخففين، ان اسيد عادي بلس لا شالور بيرمي لا ريكوبيراسيون كونتيتاتيف دي بوليساكاريد. يعني الا درنا لاميدون سيتان غلوسيد، ياك لاميدو شنو هو؟ كنلقاو في البطاطا، كنلقاو في الخبز، كنلقاو في الدجاج. لاميدون هو لونسومبل ديال الموليكول ديال الجلوكوز، لونسومبل بزاف، يعني دي سونتين دي ميلي ديال الموليكول ديال الجلوكوز كيعطيونا لاميدون، كيكونوا اونشيني، كيكونوا متسلسلين. الوغ لي درنا لهم ان اسيد ديلوي وزدنا عليهم مع لا شالور، ضروري غادي يذوبوا، ماشي معنى غادي يذوبوا ولكن غادي تكسر. بمعنى ان لكان عندنا غليكوز مرتبط مع غليكوز مرتبط مع غليكوز وكذا وليه، هاد لا ريكوبيراسيون كونتيتاتيف، يعني هاد لاسيد ديلوي غادي يكسرنا هادي وغادي يكسرنا هادي. عندي لو لوتود ديالنا ديال لي بوليسيكاريد، غادي نريكوبيريو داك لو ميليو هذا كامل، وغادي نديرو له كولوراسيون ونديرو له لي سبيسيفيك ونديروه سميتو في واحد الكولوريميتري ولا هذا، غادي نريكوبيريو لا كونتيتي ديال الجليكوز اللي عندنا في داك الميليو ديالنا. هذا هي لا ريكوبيراسيون كونتيتاتيف، يعني غادي نعرفوا لا كونتيتي ديال الجليكوز اللي عندنا ولا لي اسيد كونسونتري ديزيدرات لي جلوسيد اي دون لو فيرو فيران. ديزيدرات الهيدروجين يعني كتحيد الاكسيد الماء ديزيدرات لي جلوسيد وكتعطي لنا الفورفوران. Les deux produits réagissent avec des réactifs spécifiques étant des produits colorés. Cette réaction est très importante par la quantification des sucres par colorimétrie ou la spectrophotométrie. هذه هي اللي قلت لكم قبيله، يعني باش كنا اننا نعرفوا لا كونتيتي ديال الجلوكوز. هذا تقدروا ديروها في تي بي، بالنسبه للناس ديال الفيس تي ام غادي ديروها في تي بي. لا بروبريتي دو زوج نفس لاكسيون دي باز، عاود دوزنا لي زاسيد دوزنا لي باز. لي باز ديلوي افخوا بيرمي دوبتونيغ لا فينومون داتير كونفيرسيون دي زوج اللي هضرنا عليها قبيله. Les bases concentrées plus la chaleur du sucre devient polymérisée et les dégrade. Qu'est-ce que le glucose? C'est un tableau les récupératif en général. Faible, milieu acide faible, stable, milieu basique, épémérisation et motorisation accélérée. C'est faible. C'est une épémérisation qui a une interconversion et la motorisation. Froid, fort à chaud. Un milieu acide fort plus la chaleur. Déshydratation et formation de furfural. L'oxydation des os, des composés minéraux organiques et une dégradation
ديال لو غلوسيد. الوغ لا بروبريتي دي زوز، لوكسيداسيون دي زوز، لوكسيداسيون دي سوكر ديال لو كويفر، لو كويفر سي ان كاتيون ميتاليك لي ابخي لا رياكسيون كيعطينا ان بريسيبيتي اللي هو روج بريكي. لا فونكسيون كاربونيل ريدوي لو ليكور دو فيني اون ميليو بازيك. لا فونكسيون كاربونيل هي اللي كترياجي لنا مع لو كويفر. عندنا دو تيب دوكسيداسيون، سوا اوكسيداسيون فورت ولا انرجيتيك، سوا اوكسيداسيون دوس. الوغ لوكسيداسيون دوس مام كتدخل، كتدخلنا مع لو كربون نيميرو 1، كترد لنا الاسيد، كيتسمى سي ان اسيد غلوكو اونيك، يعني كنزيدو هاد البريفيكس اونيك للغلوكوز. باغ كونتر لوكسيداسيون انرجيتيك عندها دو كا، يا اما كتلعب لنا على لو كربون نيميرو 1 و لو كربون نيميرو 6 و كنزيدو لو بريفيكس اريك كتعطينا ان اسيد دي غلوكو اريك، و اما كتبلوكا لنا لو كربون نيميرو 1 كتبلوكا بلوك و كترياجي سولمون في لو كربون نيميرو 6 و ديك الساعات كتعطينا ان كالبو ان كربون ان اسيد لي غلوكو رونيك. غلوكو رونيك هادو هما لي ديفيرونت فورم ديال لوكسيداسيون، اوكسيداسيون دوس انرجيتيك افيك لي ديفيرونس. الوغ لا بروبريتي دو سانكيوم بروبريتي هي لا ريدكسيون دي زوز. لا فونكسيون الديد اي لا فونكسيون سيتان بوف اتر ريدويت بار هيدروجيناسيون كاتاليتيك باش بريودورو دو صوديوم ان ا بي اش 4 بور دوني ان بولي الكول و ان بوليول. لو بوليول كوريسبون بور سيدان سوفيكس ايتول. الوغ لو غليكوز إلا درناه مع لو بريودور دو صوديوم غادي يعطينا غلوكو ايتول او لا سوربيتول، واحد في هاد الجوج ولكن ما يعطيهمش بجوج، واحد اما غادي يعطينا غلوكو ايتول ولا يعطينا سوربيتول. لو او اش اوبتوني ني با نو اش مي اسيتاليك، يعني في سوربيتول غلوكو ايتول راه دوك لو او اش اللي كناخذو في الكربون نيميرو 1 راه ماشي سمي اسيتاليك ولا سمي الديديك، سي تان هيدروسيل الكوليك، سي تان الكول فورمين ان الكول. Par conséquent, les propriétés physico-chimiques sont différentes. Alors, il y a un OH, il y a des propriétés de la glucide, il y a des propriétés de la glucide. Alors, glucose avec le OH de carbone, de carbone 1, il y a un sorbitol. Au sorbitol, il y a un glucose. بدلنا لحيدنا الاجدوليتزات. بالنسبة للفركتوز هو كيعطينا السوربيتول، يقدر يعطينا حتى هو الجلوكو ايتول، يقدر يرجع يعطينا الجلوكو ايتول، حنا عندو لا كاباسيتي انهم يعطيهم بجوج. La formation des esters. La formation des esters est l'une des propriétés des glucides. Il y a imma les acides esterification de fonction alcool, mal H3PO4, qui atteint l'ester phosphate, ou là les hydroxyles donnent avec des alcools des esters oxydes. Yani, un alcool primaire, par exemple, avec un ozone, atteint 1 liter oxydé. Alors, qu'est-ce que بما يتعلق بالجلوسيد، هذه لا بروميير بارتي. الوغ لا دوزيام بارتي، كليكيو هنايا باش ندوزكم ليها ديريكتومون. كان معكم نبيل رضوان في شرح الماده ديال البيوشيمي ستراكتوريل جلوسيد. مزيد من المعلومات ممكنكم تواصلوا في الصفحه الرسميه بيولوجي اميزون، ولا تواصلوا معايا اون كونتاكت ديريكت. كان هذا كل ما يتعلق بالبيوشيمي ستركتورال. الى عجبكم الكور ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم اللي ما شريت نزه، بلا نقولوا عاونوا وحدين اخرين باش يوصلوا باش يفهموا. الى فهمتي فهم لصاحبك ولا عطي له الكور يفهموا. لا دوزيام بارتي تسخى في هذا لوليان، هذا نقول لكم تكليكيو هنا باش تدوزوا ديريكتومون، ولا دخلوا الصفحه ديال اليوتيوب. ما تنساوش كما العاده ديك القصه ديال ابوني، سابوني، بارطاجي،
تبعني على الفيسبوك على يوتيوب تويتر وداك تمشي غير. بون كوراج ا توس او ا لا بروشين.